سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنواصل مع بعض قراءتنا في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، وما زلنا في الباب الرابع من القسم الأول الذي يتحدث فيه القاضي عياض عن معجزات وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لحضراتكم إن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل ما وقع على يد النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيما قرأناه قبل ذلك، وفيما سنقرأه اليوم، وفيما سنقرأه بعد ذلك، كلها من الأمور الخارقة للعادة. يعني إيه خارقة للعادة؟ يعني خلاف ما اعتاد عليه البشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخرق هذه العادات، فنعلم نحن كناس نشاهد هذا الخرق للعادة إنه هذا الرجل متصل بالوحي، هذا الرجل صادق في دعواه أنه نبي. من أداب مجالس العلم إن احنا ندخل على طول وما نقولش حتى السلام عليكم، ولا حتى السلام عليكم. طيب، فإذا هذه أمور خارقة لماذا؟ خارقة للعادات. كنا وقفنا عند الفصل الخاص به فيما أطلع عليه من الغيوب، يعني فيما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من الغيوب. الأصل في الغيب أنه علم مختص بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سواء كان علم الشاهد أو علم الغائب. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يطلع بعض خلقه على بعض علمه، فيطلع أنبياءه عليهم السلام على أنواع مختلفة من الغيوب. والغيب العلماء بيقسموه إلى ثلاثة أقسام: غيب ماض، وغيب حاضر، وغيب مستقبل. غيب ماض، وغيب حاضر، وغيب مستقبل. والثلاث أنواع في القرآن أخبر عنهم، والثلاث أنواع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الغيوب المختلفة بأنواعها المختلفة، نعلم أنه صادق في دعوى النبوة. من الغيب الماضي اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء. فالنبي أخبرنا عن قصة آدم وحواء، أو قصة آدم مع إبليس، أو قصة نوح، أو قصة موسى. كل دي أمور النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها ونحن نعلم يقينا أنه لم يكن حاضرا في وقتها. فمن أين علمها إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى إياه؟ وده غيب إيه؟ غيب ماضي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا عن كثير من الأمور الغيبية الحاضرة، كأن يخبر صلى الله عليه وسلم عما يخطط له المشركون، كأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما تكنه صدور الكافرين من كراهيته صلى الله عليه وسلم، أو من التخطيط ضد الدعوة أو الدين أو كذا. والقرآن أخبر كثيرا عن هذه الأمور، زي مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يخبر في القرآن عن الوليد بن المغيرة سورة نون مثلا، فيصفه ببعض الأوصاف والتي منها كراهيته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن أخبر عن كثير من الأمور الغيبية، سواء كانت غيب ماضي
أو غيب حاضر أو غيب مستقبل، ودي الحاجات اللي بتستهوي كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مستقبلية بالنسبة لوقت وجوده هو، لكنها بالنسبة لنا الآن أصارت أمور ماضية، زي أخبار القرآن عن هزيمة من؟ هزيمة الفرس، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون من؟ سيغلبون الفرس في بضع سنين، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو حطينا النقطة الزمنية بتاعته هي المعيار بتاعنا، فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما سيأتي من بعده إلى قيام الساعة هو من قسم الغيب المستقبلي. لو حطينا النقطة الزمنية بتاعتنا احنا هي المعيار والمقياس، يبقى بعض ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب المستقبلي هو بالنسبة لنا غيب ماض، وما لم يقع منه هو من قبيل الغيب المستقبل، وما وقع أو نشاهده نحن الآن هو من قبيل بالنسبة لنا الغيب الحاضر، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا يخبر عن أنه من علامات الساعة زخرفة المساجد، ده أيام النبي ما كانش موجود، فده غيب إيه؟ مستقبلي، لأنه ما كانش فيه مساجد غير المسجد النبوي، مساجد معدودة لم يكن فيها زخرفة ولا شيء، نحن الآن نشهد هذا، فده مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يخبر عن انتشار الزنا أو انتشار القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ده مما نشهده الآن، الناس بتموت في سوريا وفي غيرها وما يعرفوش وما ماتوا ليه، احنا عملنا ايه عشان نموت، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمور كثيرة نحن نشهدها الآن، زي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تلد الأمة ربتها، إن البنت تعمل أمها كأن هي الأم، فتشخط في أمها، تزعق في أمها، تؤمر أمها، ها؟ فكأنه مين الأم اللي صارت الآن؟ الأمة صارت هي الربة، صارت هي الأم، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء أو رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وده نشهده أيضا. أهل الجزيرة العربية اللي هم كانوا ناس بسطاء بيرعوا الغنم، الآن ما شاء الله برج دبي وبرج مش عارف جدة اللي هيعملوه لأعلى من برج دبي، يتطاولون في البنيان، كل واحد عايز يبني حاجة يجي الثاني عايز إيه، لا أنا هبني أعلى منها وهذا. فدي أمور إحنا نشهدها، وفي أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقع بعد، زي علامات الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة إلى آخره. فهذا الفصل الذي عقده القاضي عياض يتحدث فيه عن جملة من معجزاته صلى الله عليه وسلم الخاصة بإخباره صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الغيوب. فقال: ومن ذلك ما أخلع عليه من الغيوب وما يكون، والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. يعني أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، لا ينزف غمره يعني ميتها كثير، كأنك كده إيه، كأنك هتنزح بير أو كأنك هتخرج ماء من بير، كل ما تخرج حبة مية تلاقي لسه في مية كثير. فالأحاديث في هذا كثيرة، أو بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. قال: وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع. يعني تلاحظ هنا ان كل معجزة بيخبر عنها القاضي عياض هي عنوان كبير تحت مفردات كل واحدة منهم تصلح ان تكون معجزة بذاتها. يعني لما يخبرك القاضي عياض مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنقلب له الاعيان، زي ما احنا قرأنا المرة اللي فاتت، حصلت مع النبي كم مرة؟ عشرات المرات، كل مرة من دول هي معجزة، واضح كده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الغيوب، دي من معجزاته الاخبار عن الغيب. لما تيجي بقى تفصص العنوان دوت يطلع لك عشرات المعجزات الخاصة بنقطة أو داخلة تحت عنوان ماذا؟ الإخبار عن الغيب. قال: وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع، الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب. يبقى الأحاديث التي سيريدها القاضي عياض هنا الكثير منها معلوم قطعا أو يفيد العلم القطعي. يعني العلم القطعي؟ يعني العلم الذي لا يدخله شك،
والتواتر يفيد هذا. زي بالظبط كده لما حد يقول لك والله وانا جاي دلوقتي كان في حتى على راس الشارع هنا، ده خبر احاد يفيد الظن، ممكن يكون بيكذب عليك في احتمال، ممكن يكون بيشتغلك، ممكن يكون بيهزر معاك، ممكن يكون ما خدش باله، ممكن حاجات كتير، ممكن يكون بيحلم، احتمالات كتير. فده خبر احاد يفيد ماذا؟ يفيد الظن. طب لو اخبرك بنفس المحتوى او نفس المضمون 10، انت عواثق ان مفيش حد منهم شاف التاني ولا قعد معاه ولا يعرفوا بعض، يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل عندك حاجة اسمها العلم القاطعي او العلم اليقيني، انه اكيد في حتى على راس الشارع هنا. ليه؟ لان اخبرني بهذا 10 لا يعرف واحد منهم غيره، وما قعدوش مع بعض، وجايين من مناطق مختلفة وما يعرفوش بعض. فده الخبر الايه؟ المتواتر. فالاحاديث التي جاءتنا بالمعاني التي تفيد اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب، أحاديث وأخبارها متواترة أو طرقها تفيد التواتر، يعني أخبر بها عدد كبير من الناس عن عدد كبير من الناس بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فإذا تصديق بهذه الأحاديث يفيد الإيه؟ يفيد القطع، وتصديقها واجب. قال حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الفهري إجازة وقرأته على غيره. قال أبو بكر حدثنا أبو عين التستري حدثنا أبو عمر الهاشمي قال حدثنا اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يبقى النبي روى الحديث هنا اللي هو سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قام في يوم من الأيام وخطب خطبة طويلة، ذكر فيها كل ما يكون إلى قيام الساعة، حفظ هذا المضمون، مضمون هذه الخطبة بعض الناس ونسيها بعض الناس. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. ثم ليكون منه الشيء، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا كانت تقع حوادث، لما تقع هذه الحوادث يجي سيدنا حذيفة يقول لك ايوه هو ده اللي على رسول الله. واضح كده؟ كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب ثم اذا رآه عرفه. يعني انت زي ما كده يكون واحد انت بقالك كتير ما شفتوش وما يبقاش على بالك، واول ما تشوف تقول له ايوه ده انا شفتك لما كنا مع بعض في الكليه يوم كذا 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 وحصل كذا كذا. فهو لما تقع الحادثه يتذكر سيدنا حذيفة بن اليمان ما أخبرهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. يعني لو قلنا اسم كل واحد إلى قيام الساعة كان رئيس عصابة أو قائد فتنة أو قائد جماعة أو عشيرة أحدثوا فتنة بين المسلمين وقتلوا واغتصبوا وسرقوا ونهبوا وكذا، ما ترك رسول الله واحدا منهم إلى قيام الساعة إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. وقال أبو ذر لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، يعني إلا ذكر شيئا من العلم الخاص بهذا الطير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العلوم
التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تضع. ولكن كما هو معلوم أنه ويمكن حضراتكم لمسين كده أنه أحيانا تحضر درس تخرج منه بمعنى أو معنيين، تحضر درس تاني تخرج منه بخمسة أو عشرة معاني، تحضر درس عاشر تخرج منه بأكثر من ذلك، تحضر نفس الدرس تاني بعد سنة أو اثنين وتلاقيك حصلت معلومات لم تكن حصلتها عند سماعك لهذا الدرس في المرة الأولى. ليه اللي بيحصل؟ لأن المعاني التي تحصل في قلوبنا من العلم تحصل بمقدار استعدادنا. حضرتك مستعد لمعلومة معينة بتقع في قلبك، عشان كده نقول للناس ما تجهدوش أنفسكم فيما لا تفهمونه الآن. هنذكر كلام، هذا الكلام لن يفيدكم شيئا، أو الكلام إذا كان أو الإجابة إذا كانت هتكون أيضا قاصرة لن توصل لك المعنى كاملا. فإذا الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا متفاوتين في الأقدار لم يكونوا على درجة واحدة، فكانت هذه المعلومات أيضا تقع في قلوبهم بمقدار ما بمقدار استعداداتهم ومقدار علمهم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه. إذن ده بعض ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء معين سيحدث في المستقبل وهو ظهور الإسلام على أعدائه، وهذا قد وقع. وفتح مكة أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قبل أن يقع. وبيت المقدس أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع. واليمن والشام والعراق كل دي أحاديثها موجودة في صحيح البخاري، يعني حديث فتح مكة موجود في صحيح البخاري، حديث فتح بيت المقدس موجود في صحيح البخاري، حديث فتح اليمن والشام والعراق موجود في صحيح البخاري ومسلم وهكذا. وظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لما كان في مكة في الحديث المشهور لما جاءه خباب بن الأرط وقال له: يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان من كان قبلكم يمشط بمشاط الحرير من نفرق رأسه إلى أخمص قدميه، لا يصده ذلك عن دين الله شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، أو والله لتسير الضعينة يعني المرأة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله تعالى، بمعنى انتشار الأمن بحيث تسافر المرأة وحدها. أخبر عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ وقت اضطهاد المسلمين أو وقت عدم وجود الأمن في مكة. وأن المدينة ستغزى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ووقع. وتفتح خيبر على يد علي في غد يومه، لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وقال لهم: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وسيفتح الله له، فكان ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يفتح الله على أمته من الدنيا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن ذلك، إن الدنيا ستفتح على المسلمين، لهم: والله ما أخاف عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فوقع ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر، النبي أخبر أصحابه لو تذكروا في غزوة الخندق لما كان هناك كدية أو صخرة عظيمة لم يستطع أحد أن يكسرها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفأس فضرب ضربة وقال: الحمد لله الآن فتحت كنوز كسرى، ثم ضرب ضربة أخرى: الآن فتحت كنوز قيصر، إلى آخره. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يقع. وحادثة
صرافة بن مالك الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس ماذا؟ سواري كسرى، وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء أخبر عنه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة التي وقعت بين المسلمين سيدنا علي سيدنا معاوية أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الخلافة بعد 30، خلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 على منهاج النبوة. وسلوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شهادة سيدنا أبو بكر، وأخبر عن شهادة سيدنا عمر، وأخبر عن شهادة سيدنا عثمان، وأخبر عن شهادة سيدنا علي، أخبر عن شهادتهم جميعا. وكان مما احتج به الصحابة رضي الله عنه في الفتنة التي وقعت بين الصحابة لما سيدنا حذيفة على ما أذكر قال لسيدنا الزبير: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. فالنبي معنى ذلك أخبر عن الفتنة التي ستقع ومن سيقتل فيها ومن هي الفئة الباغية ومن هي الفئة العادلة وكذا. وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء وسلوك سبيل من قبلهم، وسلوك سبيل من قبلهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك أيضا في الحديث المشهور إنه لو دخلوا حجر ضب أو جحر ضب لدخلتموه. فأخبر عن سلوك المسلمين، سلوك اليهود والنصارى، أو اعتقادات أو أخلاقيات أو معاملات اليهود والنصارى. وافتراقهم على 73 فرقة الناجية منها واحدة أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وأنها ستكون لهم أنماط. ده مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الدنيا على المسلمين. والأنماط حاجة زي السجاجيد، السجاجيد التي نفرشها في بيوتنا. ويغدو أحدهم في حلة ويروح في حلة، ده أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده حاصل، إن حضرتك لما بتخرج الصبح تلبس حاجة، وبالليل لو في خروجة ثانية ممكن تلبس حاجة ثانية. هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى، زي ما بتروح كده المطاعم يحط لك الأول حاجة، يحط لك الأول مقبلات وبعدين يشيلها ويجيب لك الوجبة الرئيسية يشيلها وبعدين يروح جايب لك الحلويات، مش كده ولا إيه؟ هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة، اللي هي الستائر اللي احنا بنحطها في البيوت، أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال آخر الحديث: وأنتم اليوم خير منكم يومئذ، وأنتم اليوم خير منكم يومئذ، يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لأن النبي لما أخبر بهذا لم تكن الدنيا قد فتحت بعد، ففتنة الدنيا بالنسبة للصحابة أقل ممن سيأتي بعد ذلك. وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم. مشوا المطيطاء يعني مشوا متبخترين، وده إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة دي ستملك الدنيا، وهذا وقع في عهد الخلافة الأموية وعهد الخلافة العباسية. فالمسلمين كانوا بيحكموا العالم تقريبا، وكان خدمهم ووزرائهم وقوادهم وسراريهم وإماءهم من بنات فارس والروم. رد الله بأسهم بينهم، يعني بعد ما نخلص على عدونا سيكون بأس هذه الأمة إيه؟ بأس هذه الأمة بينها. وهذا وقع لما حضرتكم تقرأوا في تاريخ الخلفاء في الدولة العباسية على سبيل المثال، خاصة الدولة العباسية في دورها الثاني من أول خلافة المتوكل وانت طالع، هتلاقي الخلفاء كل واحد في مؤامرة عليه بتحصل، ما بيعديش سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة إلا وما بيموت مقتول أو حد بيموته أو بيجي خليفة تاني ياخد مكانه الكرسي يروح حبسه عشان لحد يموت من الجوع، وحاجات كده مخزية جدا. كل هذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده بأس الأمة بينها شيء. اقرأوا في عصر المماليك، وإزاي المماليك كان كل واحد منهم عايز ينط على الكرسي علشان يحكم هو، وفي سبيل ذلك يقتل الحاكم اللي موجود. فسلط شرارهم على خيارهم، وده وقع، ووقع منذ القديم لما افترق القرآن والسلطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ان القرآن سيفترق عن السلطان، يعني هيبقى في حاجة اسمها اهل العلم دول في حتة، واهل الحكم دول في حتة تانية. الوضع الطبيعي هو ايه؟ هو ان يكون اهل العلم هم نفسهم الايه؟ اهل الحكم، علشان يسيروا الامور وفق مقتضى الشرع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق السلطان والقرآن، وطبعا أهل السلطان مش أهل علم في الغالب، فيكون الأشرار متسلطين على ماذا؟ على الأخيار. وحصل لما سعيد بن جبير مثلا، لما سعيد بن جبير يقتل على يد الحجاج، ولما الإمام أحمد بن حنبل يعذب في عهد المأمون عشان في فتنة خلق القرآن، وهكذا، وأمثلة بقى كثيرة على مدار التاريخ. وقتالهم الترك أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، والخرزة والروم كل ده أخبر عنه ووقع في التاريخ. لما المسلمين ذهبوا لفتح هذه البلاد قاتلوا الترك، وقاتلوا أهل أسيا الوسطى، وقاتلوا الروم، وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده. النبي قال إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، وإذا ذهب فارس فلا فارس بعده. بعد دخول الإسلام فارس أو إيران الحالية بالدول اللي كانت بتحكمها قديما حواليها، ظلت إيران تتحدث اللغة العربية لمدة 300 سنة تقريبا، يعني لحد سنة تقريبا 300 من الهجرة كان الإيرانيين اللي دخلوا الإسلام بيتحدثوا اللغة العربية. لذلك هتلاقوا غالب علماء الإسلام حتى غالب علماء اللغة العربية من هذه المنطقة. ثم بعد ذلك تحولت شيئا فشيئا إلى اللغة الحالية اللي هي مزيج من العربي والفارسي القديم، حتى أن هذه اللغة الإيرانية الحالية، اللغة الفارسية الحالية، هي نحو عربي وبلاغة عربية وصرف عربي، لكنها يعني هو قالب عربي لكن ألفاظ ماذا؟ ألفاظ فارسية مختلطة بالعربي. فأحيت أو أحيوا النزعة الفارسية في بداية القرن الرابع الهجري، وعادت بعد ذلك إيران تتحدث اللغة الفارسية مرة أخرى. وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده، وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر. يعني إيه ذات قرون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه فارس نطحة واحدة، يعني إذا هزمتم فارس فخلاص مفيش ملك الفارس تاني. لذلك بعد ما دخل الفرس في الإسلام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص صار غالب علماء الأمة أو كثير من علماء الأمة من هذه المنطقة، حتى جاءت الدولة الصفوية في القرن العاشر الهجري، وحولوا هذه المنطقة من المذهب السني إلى المذهب الشيعي الاثنى عشري، ويحاولون الآن إعادة مجد ماذا؟ مجد الدولة الفارسية القديمة، لكن باسم الإسلام برضه، حتى وإن كان إسلام محرف لكنه باسم ماذا؟ باسم الإسلام. فما فيش فارس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي نطحة واحدة، خلاص نطحناها النطحة واحدة فخلاص راح. حتى المجد الذي يحاولون إحياءه الآن هو محاولة لماذا؟ لإحياء إسلام، لكن إسلام معين، فهو ليس إحياء لماذا؟ إحياء للمجد الفارسي القديم. لكن النبي لما ذكر الروم اللي هم أوروبا وأمريكا وهذه الأقوام، قال ذات قرون إلى آخر الدهر، دول هيفضلوا موجودين إلى آخر الساعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وده الواقع. نسبة المسلمين في العالم الآن كام؟ تقريبا السدس، يعني 20% أو 25% من نسبة العالم، أليس كذلك؟ ده ما كانش واقع الحال. قديما كان واقع الحال المسلمين هم أغلبية أهل الأرض. اللي حصل إيه؟ إنه الجماعة دول لما راحوا أستراليا أبادوا أهلها وقعدوا مكانهم، لما راحوا أمريكا أبادوا الهنود الحمص وقعدوا مكانهم، وهكذا. فإذا تقوم الساعة والروم أكثر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو واقع الحال. وبذهاب الأمثال في الأمثال، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر، معنى أن الروم لهم قرون إلى آخر الدهر، أنهم سيظلوا في منافسة أبدا مع المسلمين إلى آخر الدهر. الاستعمار اللي وقع على الدول الإسلامية في العصر الحديث فترة الخمسينات والستينات وما بعدها كله كان استعمار إيه؟ رومي، استعمار أوروبي، أليس كذلك؟ فهم ذو قرون أو ذو قرون إلى آخر الدهر. وبذهاب الأمثال فالأمثل من الناس، وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنه العلم لا ينزعه الله عز وجل انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض ماذا؟ بقبض العلماء. فإذا قبض الله عز وجل العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه قبل قيام الساعة تأتي ريح لينة
فلا تدع مسلما في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما في قوله لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يذهب الأمثل فالأمثل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فربنا سبحانه وتعالى يعجل لأوليائه وللصالحين بالذهاب من هذه الدنيا. قال وتقارب الزمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقارب الزمان يعني ما عادت هناك بركة في الوقت، يعني ما فيش بركة في الوقت. تقارب الزمان وقبض العلم، وده احنا عايشينه دلوقتي. فين أهل العلم اللي الناس بتثق فيهم؟ موجودين لكن قليلين أو غير معروفين، فبالتالي الناس بتعمل إيه؟ بتتخذ رؤوس جهالا فيفتونهم فيضلونهم أو يبغضون دين الله عز وجل إليهم. وقبض العلم وظهور الفتن والهرج أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الهرج هو كثرة القتل، وهذا واقع. لما العراق يقتل فيها مليون وشوية في الحرب الأخيرة، سوريا اللي حصل فيها الآن من سنين طويلة، أو لما نرجع لورا شوية لما بغداد لما احتلها التتار يموتوا التتار حوالي 2 مليون مسلم في بلد واحدة، وقبل ما يدخلوا بغداد دخلوا خوارزم وغيرها وكانوا بإيه جماجم، كانوا يعملوا تلال من الجماجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كل هذا وقال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، وأنه زويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كده شاف الدنيا في شاشة، شاف الأرض كلها في شاشة، وإنه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشاشة سيكون هناك في هذا المكان مسلمين، وأن هذا المكان سيكون تحت حكم المسلمين في يوم من الأيام، وأنه زويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها. فكذلك كان المسلمين حكموا من الصين لحد جنوب فرنسا تقريبا. ودلوقتي في اكتشافات بتقول ان سكان امريكا الاوائل من الهنود الحمر كانوا مسلمين، انهم وجدوا ان الهنود الحمر بيكفنوا موتاهم زي ما المسلمين بيكفنوا موتاهم. فاذا الناس دولت كانوا مسلمين في يوم من الايام وورثوا هذا عن اهاليهم حتى اتت بين قوسين الحضارة الغربية الحديثة وابادتهم ابادتها. فكذلك كان امتدت في المشارق إلى المغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه، وعبارة قواد المسلمين في هذا معروف، حيث لا عمارة وراءه، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك. وقوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب لأنهم المختصون بالسقي بالغرب وهي الدلو. إذا المراد بكلمة الغرب هي الإيه؟ الغرب يعني الدلو، الغرب يعني الدلو. وغيره يذهب إلى أنهم أهل المغرب. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم هناك الحديث يقول لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، إما أن يراد بالغرب الدلو. مين هم أهل الدلو اللي بيسقوا بالدلو؟ العرب، إن هم عندهم آبار لما بيعوزوا يجيبوا منها مية بيعملوا إيه؟ بينزلوا الجردل وبعدين يلموا تاني وفي مية، مش كده ولا إيه؟ يبقى المراد بالغرب الدلو، أو المراد بالغرب أهل الغرب جهة الغرب، تمام كده؟ يذهب إلى أنهم أهل المغرب، وقد ورد المغرب في الحديث كذا في الحديث بمعناه. إذا قلنا أهل الغرب أهل المغرب فهذا أيضا صحيح. يعني لو جينا على المستوى العلمي، على المستوى العلمي ما زال حتى هذه اللحظة مع الضعف العلمي اللي موجود في الأمة ما زالت العلوم التي يدرسها أهل المغرب هي نفس العلوم التي كان يدرسها المسلمين الأوائل. لما تشوف موريتانيا والمحاضر اللي موجودة هناك وطرق الحفظ والتدريس وسيادة مذاهب أهل السنة هناك وتعظيم أهل العلم هناك والعقائد اللي هناك، هناك معروف يقول لك احنا المغاربة مالكية أشاعرة صوفية، وهذه العبارة لا تجد منكرا عليها، حتى الناس ينكرون على من يقول غير ذلك. انت هنا تعالى قول انا صوفي، شوف ايه اللي هيحصل لك. طب قول انا اشعري، شوف ايه اللي هيحصل لك. طب قول انا والله انا مالك او شافعي، يقول لك لا المذاهب دي بدعة، فقه الدليل. وهكذا. فكل هذه الامور ايه ظهرت في عند اهل الايه عند اهل المشرق.
يبقى إذن لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق طاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فئة في بيت المقدس أو حول بيت المقدس أو في أكناف بيت المقدس ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم، حتى وإن كانت الأمة متخاذلة، حتى وإن كانت الأمة مستسلمة، لكن ستظل فئة حول بيت المقدس قاهرين لعدوهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر بملك بني أمية صلى الله عليه وسلم وولاية معاوية ووصاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن معاوية سيملك شيئا ثم وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث يحيى بن سعيد قال: عمرو بن يحيى بن سعيد قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة، فبينا هو يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاوية شاف سيدنا أبو هريرة بيصب ماء الوضوء على مين؟ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا معاوية جه وأخذ ماء الإداوة اللي كان بيصب منها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عايز يوضي مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رفع رأسه إليه مرة أو مرتين، يعني النبي هو بيتوضى رفع رأسه مرة، وهو يكمل وضوءه رفع رأسه مرة أخرى مرة أو مرتين، فقال: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وعدل، إن وليت أمرا فاتق الله عز وجل وعدل. لذلك سيدنا معاوية ولي الشام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل واليا على الشام في عهد سيدنا أبو بكر، وظل واليا على الشام في عهد سيدنا عمر، وظل واليا على الشام في عهد سيدنا عثمان، حتى حصلت الفتنة فخرج بأهل الشام على سيدنا علي كرم الله وجهه. واتخاذ بني أمية مال الله دولا، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني أخذوا الملك وأخذوا معه المال بدل ما يصرفوه في حقه، جعلوه دولة بينهم، يعني ورثوا الملك لأولادهم وورثوا الأموال لأولادهم، وهو ما حصل. كان في عندنا دولة، حاجة اسمها الدولة الأموية، حكمت تقريبا 100 سنة. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة وهو كان يعلم أنها أخذت بغير مشورة المسلمين، وكان في مظالم كثيرة وأموال كثيرة يأخذونها بغير حق، قال: خلافة على غير مشورة المسلمين لا حاجة لي بها، وخرج من ماله كله حتى انتخبه الناس أو حتى شاوره أو حتى يعني تشاور أهل العلم ونصبوه، فولي الخلافة بعد شورى وصار يعيش متقشفا لا مال له. وخروج ولد العباس بالرايات السود، الدولة العباسية قامت بداية الدعوة بني العباس قامت في بلاد فارس، مش كده؟ وكان شعار الدولة العباسية الرايات السود، هذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وملكهم أضعاف ما ملكوا. لما تيجي تشوف كده في التاريخ هتلاقي الدولة الأموية تقريبا حكمت 100 سنة، الدولة العباسية حكمت تقريبا 600 سنة. الدولة العباسية حكمت تقريبا 600 سنة، وبيقسموا 600 سنة دولت للدولة العباسية الأولى، الدولة العباسية الثانية، الدولة العباسية الثالثة، وكل دولة من دولت لها إيه؟ لها سمات معينة عند أهل التاريخ. وخروج المهدي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سيكون في آخر الزمان. وما ينال أهل بيته، يبقى هنا ليس المراد بالمهدي مهدي آخر الزمان، ولكنه يقصد مهدي بني العباس. وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم وقتل علي، وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، أي لحيته من رأسه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قتل سيدنا علي رضي الله عنه، وقال إنه أشقى رجل هو الذي يخضب هذه من هذه، يعني اللي هينزل دم من هنا على هنا، وأنه قسيم النار يدخل أولياؤه الجنة وأعداؤه النار. مين قسيم النار؟ هو سيدنا علي رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، يهلك فيك رجلان، محب غال ومبغض قال. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه محبة آل البيت دليل على الإيمان،
فمحبة سيدنا علي رضي الله عنه دون غلو دليل على الإيمان. فإذا محبة آل البيت، محبة سيدنا علي رضي الله عنه وذريته، تقسم الناس إلى فريقين، فريق أهل الجنة وفريق من المنافقين وغيرهم، وأنه قسيم النار يدخل أولياء الجنة وأعداؤه النار. فكان في من عاداه الخوارج والناصبة وطائفة ممن ينسب إليه من الروافض كفروه. كفروا مين؟ كفروا سيدنا علي رضي الله عنه، وقال يقتل عثمان وهو يقرأ في المصحف. حديث في سنن الترمذي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، قال يقتل عثمان وهو يقرأ في المصحف، وأن الله عسى أن يلبسه قميصا وأنهم يريدون خلعه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيدنا عثمان وقال له ما معناه، أرأيت إن قمصك الله قميصا. فأول القميص بالخلاف، يعني كأنه ربنا إيه، أرأيت إن ألبسك الله قميصا يعني رداء. الرداء أولى بأنه ماذا؟ بأنه الخلاف، وإنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إنه في ناس هينازعوه في خلع هذا القميص. لذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه لما التف المنافقون حول بيته ومن يريدون قتله، قال لا أتنازل أبدا عن قميص قمصنيه الله عز وجل، ولم يرد أن يخرج عن الخلاف. وأنه سيقطر دمه على قوله فسيكفيكهم الله، أخبر عنه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بتاع أنه سيقطر دم سيدنا عثمان رضي الله عنه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، دي واقعة تاريخية. يعني الواقعة التاريخية بتقول أنه سيدنا عثمان رضي الله عنه لما ضرب وقع دمه في المصحف، وقع دمه عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. تمام، دي واقعة تاريخية حصلت. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التفصيلة؟ في حديث موجود في أخرجه الحاكم في المستدرك، تمام كده، لكن بعض العلماء بيقولوا أنه هذا الحديث موضوع. علماء الحديث منهم الذهبي يقول أن هذا الحديث ماذا؟ موضوع. وأن الفتن تظهر ما دام عمر حيا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، أن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا. وبمحاربة الزبير لعلي وهو ظالم له، أخبر عنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. وبنباح كلاب الحوأب على بعض أزواجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها أرأيت إن نبحت عليك كلاب الحوأب. كلاب الحوأب دي منطقة موجودة في قرب الكوفة، حصلت لما خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها لتطالب بقميص عثمان، لتطالب بحق سيدنا عثمان رضي الله عنه من سيدنا علي رضي الله عنه. فلما مرت في منطقة معينة نبحت عليها كلاب الحوأب هذه المنطقة، فتذكرت الحديث الذي كان أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى بيتها ولم تشارك في هذه الفتنة. وأنه يقتل حولها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت، فنبحت على عائشة عند خروجها إلى البصرة. وأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية. أهل السنة جميعا، المسلمين جميعا، على إنه الفتنة التي وقعت بين المسلمين كان المحق فيها هو سيدنا علي رضي الله عنه، وأن سيدنا معاوية كان ظالما باغيا طالب ولي الأمر بما لا يحق له. هو كان ولي الدم نعم، لكن وقت أخذ القصاص يقدره ولي الأمر. سيدنا معاوية لأنه كان من بني أمية وكان قريب سيدنا عثمان، عايز سيدنا علي في التو واللحظة يقتص من قطرة عثمان. وقتل سيدنا عثمان ناس متفرقين في الأمصار وبعضهم رؤساء قبائل، فلو بدأ سيدنا علي رضي الله عنه بالقصاص من هؤلاء هيحصل اضطرابات في الدولة. فكان سيدنا علي رضي الله عنه ينتظر حتى تستقر له الأمور ثم بعد ذلك يقتص لقتلة عثمان. ده كان سر الخلاف. سيدنا معاوية قال لا، لازم نقتص الآن، فحصل الخلاف. سيدنا علي طبعا كان هو ولي الأمر الشرعي، وسيدنا معاوية كان يقر بهذا. سيدنا علي كان هو ولي الأمر الشرعي، سيدنا معاوية كان يقر بهذا، فمعاوية رضي الله عنه كان خارجا على ولي الأمر الشرعي. وقال عبد الله بن الزبير ويل للناس منك ويل لك من الناس، ويل للناس منك ويل لك من الناس. إن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان شديدا في دين الله تعالى، وبايعه أهل المدينة على الخلافة، فكان خليفة على منطقة الحجاز تقريبا فترة من الزمن،
مما اضطر الخليفة الأموي في هذه الفترة اللي هو يزيد بن معاوية أنه يذهب إلى الكعبة ليحرر في زعمه ليحرر مكة من عبد الله بن الزبير، فاضطر أنه يضرب الكعبة بالمنجنيق ويهدم الكعبة. ليه؟ لأنه كان سيدنا عبد الله بن الزبير متحصن فيها هو ومن بايعه على الخلافة، لأن المسلمين غالبهم وأهل العلم غالبهم كانوا لا يرون في يزيد بن معاوية خليفة صالح لحكم المسلمين. فأهل المدينة وأهل الحجاز وأهل مكة بايعوا من؟ بايعوا عبد الله بن الزبير المعروف بصلاحه وعلمه وتقواه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للناس منك ويل لك من الناس. وقال في قزمان وقد أبلى مع المسلمين، قزمان ده واحد من الصحابة، إنه من أهل النار. واحد اسمه قزمان قاتل مع المسلمين قتالا حسنا، فأتى الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يمدحون قتاله وشجاعته في القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل النار. فكان اليوم التالي في المعركة قزمان حارب أيضا وقاتل قتالا حسنا ثم جرح، فلم يصبر على ألم الجرح فقتل نفسه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قزمان. الصحابة طبعا تاني يوم رأبوه عشان يشوف إزاي يدخل النار، فأخبروا عن هذا فقتل نفسه. وقال: في جماعة فيهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة آخركم موتا في النار، فكان بعضهم يسأل عن بعض، فكان سمرة آخرهم موتا هرم وخلف فاصطلى بالنار فاحترق فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه إنه آخركم موتا، ثلاثة من أصحابه كانوا معاه اللي هو كان سيدنا أبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة بن اليمان، قال لهم آخركم موتا في النار، يعني هيموت محترق. فكان آخرهم موتا من سمرة ابن جندب، فمات محترقا. وقال: في حنظلة الغسيل، حنظلة معروف أنه غسيل الملائكة، سألوا زوجته عنه فإني رأيت الملائكة تغسله. قصته معروفة، أنه تزوج ودخل بزوجته وأصبح جنبا ونادى منادي الجهاد فخرج دون أن يغتسل، خرج للجهاد من غير ما يغتسل فمات شهيدا، فغسلته الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الملائكة تغسله. فالنبي أرشد الصحابة يروحوا يسألوا زوجته لماذا تغسله الملائكة، فأخبرتهم بأمره، فسألوها فقالت إنه خرج جنبا وأعجله الحال عن الغسل، وأعجله الحال أمر القتال خلاه يتعجل فلم يغتسل. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وجدنا رأسه يقطر ماء. يبقى الملائكة كمان مش غسلوه تغسيل معنوي حاجة كده خفية ما حد يشوفها، لا، ده وجدوا رأسه يقطر ايه؟ يقطر ماء. معروف ان الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل وانما يدفن في ثيابه التي مات بها. فوجدوه وهم بيدفنوا ماذا؟ رأسه يقطر ماء لان الملائكة غسلته. من اللي اخبر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، يعني أمر الخلافة سيظل ماذا؟ سيظل في القرشيين. قال: ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، يعني طول ما الحاكم الخليفة قرشي يقيم الدين يبقى سيضع الله عز وجل الملك فيهم. قرشي لا يقيم الدين سينزع الله عز وجل هذه النعمة منهم ويعطيها إلى غيرهم، وتولى بالفعل الخلافة غير القرشيين. فالمماليك حكموا فترة طويلة في تاريخ الأمة، والعثمانيين حكموا حوالي 600 سنة في تاريخ الأمة لما بدل القرشيون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون في ثقيف كذاب ومبير، يكون في ثقيف كذاب ومبير. كذاب اللي هو قالوا الحجاج ابن يوسف الثقفي. طيب، فرأوهما معذرة، الكذاب هو المختار، والمبير الحجاج. المبير اللي هو القاتل، الشخص الذي يهلك الناس بإجرامه. فالمبير الحجاج قلنا، والحجاج اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي، فهو من ثقيف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المبير. الكذاب اللي هو المختار الثقفي أيضا، المختار الثقفي هذا رجل كان له أتباع
ادعى أمور كلها كذب، ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مسيلمة يعقره الله يعني يذبحه الله أو يهلكه الله تعالى، وأن فاطمة أول أهله لحوقا بهم. والحديث معروف، السيدة فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، حدثها النبي صلى الله عليه وسلم في أذنها حديثا لا يسمعه غيرها فبكت، ثم حدثها حديثا لا يسمعه غيرها فابتسمت. فبيسألوها بعد كده ما الذي أبكاك ثم ما الذي أضحكك؟ قالت الذي أبكاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه ميت أو أن هذا هو مرضه الذي يموت فيه فبكيت، ثم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أول أهل بيته لحوقا به فابتسمت. وبالفعل كانت أول من مات من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور تقريبا. وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم بالردة، أنذر بالردة، حروب الردة التي قادها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأنذر بالردة. وبأن الخلافة بعده 30 سنة، الأرقام لا تكذب كما يقولون، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة بعده 30 سنة، لما تيجوا تحسبوا مدة خلافة سيدنا أبو بكر زائد مدة خلافة سيدنا عمر زائد سيدنا عثمان زائد سيدنا علي، مش هيطلع لكم 30، هتحطوا عليهم 6 شهور بتوع سيدنا الحسن، بتوع سيدنا إيه؟ الحسن. فالخلفاء الراشدون 5، الخلفاء الراشدون المتواليين 5، أبو بكر عمر عثمان علي الحسن ابن علي، 6 شهور، ثم بعد ذلك تنازل بسيدنا مين؟ بسيدنا معاوية رضي الله عن الجميع. قال ثم تكون ملكا، سيدنا معاوية كان هو أول ملك، يبقى الخلافة 30، يعني الخلافة التي على منهاج النبوة 30 سنة، ثم بعد ذلك ولي الخلافة سيدنا معاوية فصيرها ملكا، فكان حاله في الحكم، كان طريقته في إدارة أمور الدولة، في توريث الحكم، كان زي الملوك بالضبط، فيجلس في قصر، أكل عظيم، شرب عظيم، أبهة، أبهة ملك وكذا، كل دي سياسة ملوك، طريقة ملوك. خلفاء الراشدين 5 ما كانوش كده، ما كانوش كده أبدا. فإيه؟ فمن أول سيدنا معاوية أنت نازل ملك وليس خلافة، ثم تكون ملكا، فكانت كذلك مدة الحسن بن علي. وقال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم يكون ملكا عضودا، ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم، هنختم بهذا عشان الوقت، كأنه لخص التاريخ في هذا الحديث اللي موجود في مسند أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضودا فيكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. يبقى التاريخ ماشي كده، خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ثم ملك، ملك، هذا الملك استمر من ولاية سيدنا معاوية رضي الله عنه لحد سقوط الخلافة سنة 1924، كان ملك إسلامي، الشريعة كانت موجودة قائمة، العلماء لهم مكانتهم. ثم بعد ذلك بعد سقوط الخلافة دخلت الأمة في مرحلة الحكم الجبري اللي هو الحكم الدكتاتوري أو الحكم الاستبدادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ما شاء الله له أن يكون، عشان تعرفوا حضراتكم أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، ثم يكون ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. معنى ذلك أنه ما فيش حكم عادل هيأتي إلا على يد المهدي عليه السلام،
وأهل الله أولياء الله أخبرونا بهذا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الخلفاء بعد 12 خليفة، فال 12 خليفة دول بيقولوا إن كلهم مضوا ولم يبقى منهم إلا المهدي عليه السلام، فما فيش حكم عادل على منهاج النبوة الأولى أو على منهاج الخلافة الأولى سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا على يد من؟ إلا على يد المهدي عليه السلام. قد يكون المهدي طبعا حركة ما تقولوش بقى ده بعد 200-300 سنة، الله أعلم، ممكن يبقى بكرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهدي يصلحه الله في يوم وليلة، يصلحه الله في يعني يهيئه لهذا الأمر العظيم في يوم وليلة، فما تعرفوش، ممكن يبقى الأسبوع الجاي، ممكن يبقى بعد 100 سنة، الله أعلم. المهم أن حضرتك لما تموت تموت وأنت محب للحق وعلى طريق الحق. وأخبر بشأن ويس القرني، قصص سيدنا ويس دي من أعجب القصص، أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد حضرتكم النهاردة تروحوا البيت تقرأوا قصة سيدنا أويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وأخبر عن صفاته وبعض أحواله، وقال لسيدنا عمر إذا رأيته فاجعله أو فسله الدعاء. سيدنا عمر شافه مرة واحدة ثم اختفى. أويس القرني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم. وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وده وقع من أول الدولة الأموية وانت نازل، بعد ما كان الله أكبر الخليفة على طول يروح المسجد يصلي بالناس، من أول الخلافة الأموية وانت نازل الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني ممكن يأخروا وقت الصلاة لأنه لسه ما جاش مثلا، لازم هو يجي عشان يكون في الصف الأول ثم بعد ذلك إيه تقام الصلاة. وسيكون في أمته 30 كذابا فيهم 4 نسوة. وفي حديث آخر 30 دجالا كذابا، أحدهم الدجال الكذاب كلهم يكذب على الله ورسوله. وقال يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم. وده اللي حاصل، يكثر فيكم العجم اللي هم غير المسلمين الروم الأوروبيين أمريكان، يأكلون فيئكم، يستخرجون البترول ويأخذوه على بلادهم ويقول لك هنحط لكم الفلوس في البنك هنحتفظ بها ليكم، وإذا حصل حاجة خلاص ما يكونش عندنا حاجة. وده الحاصل الآن بالفعل، الدول الإسلامية اللي بتصدر بترول أو غاز طبيعي أو غيره أو غيره ما بيدفعوا لهمش فلوس، نقول لك هنعنها لكم باسمكم برصيد عندنا في البنوك، فيبقى بيستفيدوا بالبترول وياخدوا البنوك دية هم يفتحوا بيها شركات ومصانع ويشغلوا هم البطالة اللي عندهم بفلوسنا، ما تقدرش تطالبهم بيها، طالبتهم بيها ممكن في لحظة يقول لك مالكش عندي حاجة. يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم، وده اللي حاصل. ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون. يبقى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلاح هذه الأمة بياخذ منحنى نادر، ده الحكم العام. يعني لما نقول التاريخ الإسلامي شكله إزاي بصفة عامة، المنحنى نازل، هذا لا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الخير في أول هذه الأمة أو في آخرها، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث الثاني هذا لا يتحدث عن الصورة الإجمالية ولكنه يتحدث عن الأفراد، ففي أفراد الأمة الإسلامية ما سيكون إلى قيام الساعة على قدم الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصورة العامة إنه المنحنى، منحنى الالتزام، منحنى التدين، منحنى خشية الله، منحنى المعاملة بالحسنى، كله في الإيه؟ كله في النازل. لكن هذا لا يمنع وجود طائفة قائمة على الحق، واضح كده؟ قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون يعني إيه؟ يعني يشهد من غير ما يطلب منه، يعني يبادر بالشهادة قبل أن من غير ان يطلب، زي دلوقتي احنا بنشوف كده حد بيتبرع يقول لك انا شفت اللي حصل، يروح جاي متكلم مع ان ما حدش دعاه للكلام. والله عز وجل في القرآن يقول ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اذا انت لا تشهد الا اذا دعيت للشهاده، ما تتبرعش. ثم ياتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، زي ما احنا بنشوف دلوقتي ناس تحلف 100 يمين على انه صادق وهو كاذب. ويظهر فيهم السمن،
سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول أن أول بدعة حصلت في الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي بدعة الشبع. الشبع يعني لا النبي كان بيشبع، لا الصحابة كانوا بيشبعوا، كبار التابعين لم يعرف عنهم أن هم كانوا بيشبعوا. فأول بدعة حصلت هي إيه؟ الناس تبقى شبعانة. تمام؟ النبي هنا بيخبر بأنه حالة الشبع هذه ستسود الأمة حتى يظهر في الناس السمن. السمن يعني الناس الأكل، يعني الناس تأكل فوق حاجتها وفوق طاقتها، وده اللي حاصل دلوقتي. فلذلك في دكاترة في التغذية، وفي أقسام في الجامعات للتغذية، وفي دكاترة متنوعين في إزاي نعمل أحسن دايت لنزل الوزن في أقل وقت ممكن. وده بسبب ماذا؟ ظهور السمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمريكان عندهم مشكلة، يعني أكبر مشكلة شغلة الأمريكان هي زيادة الوزن في المواليد الجدد. العيال بياكلوا كتير، بياكلوا حاجات تنفخهم وهكذا. يبقى ايه؟ ويظهر فيهم السمن. وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. وقال هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال أبو هريرة راويه اللي هو راوي هذا الحديث، لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان. يعني هلاك الأمة هيكون على يدي أغيلمة. يعني إيه أغيلمة؟ يعني أغيلمة تصغير غلام، يعني لما يتولى أمور الأمة العيال الصغيرين. وده حصل لما ولي يزيد بن معاوية، ولما صار يتولى بعد ذلك فلان الخليفة، لكن لأنه هو لسه قاصر فأمه بتتولى الحكم لحد ما يكبر. حصل، وفي نماذج كتير موجودة في الدولة الأموية والدولة العباسية. هلاك أمتي على أغيلمة من قريش. وأخبر بظهور القدرية، القدرية اللي هم المعتزلة الذين ينفون القدر، الذين ينفون ماذا؟ القدر، ويقولون إن الإنسان هو خالق أفعاله الاختيارية، وإنه لا دخل لله عز وجل في أفعال الإنسان الاختياري. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقال القدرية مجوس أمتي. والحديث وإن كان فيه كلام لكن رواه كثير من أهل العلم. وأخبر بظهور القدرية، وأخبر بظهور الرافضة. الرافضة من هم الرافضة؟ الذين رفضوا إمامة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أناس سيأتون بعده يسبون الصحابة رضي الله عنهم. فإحنا عندنا الآن موجود في يومنا هذا ومن قديم، ها، في ناس يسموا نفسهم مسلمين يتقربون إلى الله عز وجل بلعن الشيخين، وبيسموهم الجبت والطاغوت، اللي هم مين؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا سيدنا عمر، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسب آخر هذه الأمة أولها. وده اللي احنا كل يوم بنشوفه في التلفزيون، يجي الناس يطعنوا في علم الشافعي أو في علم الإمام مالك، أو يطعنوا في أبو الحسن الأشعري، أو يطعنوا في الصوفية. ها؟ ده يعتبر ايه؟ ده سب. انت لما تقول الناس دول كانوا متخلفين جامدين مش عايشين العصر، دول كذا دول كذا، وتطعن في علومهم. ده ايه؟ اخر هذه الامة ناس اسمهم من المسلمين يطعنون في اول هذه الامة وخيار هذه الامة. ده اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يظهر لك واحد من الهلفيت دولت على طول تقول له ايه؟ تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبرنا عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة. الأنصار، نسل الأنصار قليلون، وهذا واقع، وأنهم سيلقون بعده أثره. وإن الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيلقون بعده أثره. إيه هي الأثرة؟ عكس الإيثار. عكس الإيثار، إيه هو الإيثار؟ تفضيل الغير على النفس. الأثرة تفضيل النفس على الغير، يعني الأنانية. يعني بدل ما الواحد يبقى معاه لقمة يقول لك اقسمها على عليا أنا وأخويا وناكل إحنا الاثنين، لا، يبقى معاه 10 لقمات وهو محتاج منهم واحدة ويخبيهم يخزنهم عنده في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهور الأثر، وإحنا ده شايفينه واقع أمام أعيننا وهو من قديم. ناس عندها ملايين وناس مش لاقية تاكل، وأنهم سيلقون بعده أثر. وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم. طيب نقف هنا عند وأخبر بشأن الخوارج دي، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي سؤال؟ ما هو الشخص الواحد بيجتمع فيه الخير والشر. الصحابة إحنا بنقولش إن هم معصومين، نحن لا نقول إن الصحابة معصومين من الخطأ، واضح كده؟ فسيدنا معاوية أخطأ، أخطأ بماذا؟ بأنه خرج على سيدنا علي، أخطأ بماذا؟ أنه تسبب في قتل كثير من المسلمين، أخطأ في هذا. ليه بنقول رضي الله عنه؟ لأنه صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا نقول أن سيدنا معاوية رضي الله عنه، لأنه ربنا قال لنا كده، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل من رضي الله عنه ده صك بدخول الجنة أو عدم الحساب؟ لا، الصحابة مش معصومين، لكن يرجى أنه إن شاء الله ببركة رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل الجنة، واضح كده؟ فرضي الله عنه طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.